ظاهرة التحرش الجنسي التي أخذت منحرجا خطيرا في المجتمع، لكن هذه المرة تتجه صوب الأطفال والقصر عبر منصات التواصل الاجتماعي. أمن مهران يتصدى لهذه الظاهرة، ولأول مرة نكشف لكم اعترافات لمسيري هذه الصفحات. الجروب اللي كنت فيه انا كان نظيف، كان مليح، على بالي كنت انا ادمي، شو ما كانش كاين هذاك الوضع المخيف. كي حلوا هذاك الجروب الزاوج تاع البيدوفيليا، كي تأزم الامر بلعوه. هذاك السيد اللي كان فيه هو اللي حط ثلاثه منشورات، يا ربي سيمانه حطهم، يا ربي يومين وقلعهم تمتم. تسمى كيما نقول ما كانوش يجوا عندي هكا وصاي، ولا هذاك الجروب ماشي مليح، ولا فيه البيدوفيليا، حطهم تمتم. كي شاف لي الدولة راها تخدم خدمتها وكاع، محاهم تمتم زعما كيما نقولوا خاف على روحه. لو كان خمم من الاولى بلي ما يديش هاد الصوالح ماشي مليح، ماشي حتى يديرهم ويضحكوا الناس ويأذوا الاطفال، عادي يمحوهم. أمن وهران تصدى لهذه الجريمة بطريقة محكمة وسلسة عبر قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهذه أهم تفاصيلها. المصلحة المركزية لمجابهة الجرائم ذات صلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية رصدت فعل إجرامي خطير يمس بسلامة وحرمة القصر الغير مميز، من خلال اكتشاف 7 مجموعات عبر الفيسبوك تقوم بتحريض على الفسق وفساد الأخلاق. أحدهما مسير تلك المجموعات، والآخر يقوم بنشر تلك المحتويات. وفق هذه القضية تم إحالة المشتبه فيهما لدى سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. في ظل الطوفان الرقمي الذي يشهده المجتمع، وجب على الأولياء مراقبة أطفالهم لتفادي مثل حادثة وهران التي صنعت الجدل وأنهته المصالح الأمنية، لتبقى منصات التواصل الاجتماعي سلاحاً ذا حدين.